السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفانات. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا مع بعض فطائر على الطريقة التركية بشكل جديد وحصري. عجينة جدا رائعة، حشوة بسيطة، والأهم أن الكمية وفيرة، كيعطيونا 50 وحدة. إن شاء الله جربوهم ينالوا إعجابكم. إذن هذا هو الشكل ديالهم، كيجوا راقيين في الشكل، روعة في العجينة والطعم، والأهم أنهم جدا لذاذ جدا. اذا انا فتحت معكم وحده، فالعجينه مثل الورقه، يعني كيجيو مورقين في نفس الوقت مقرمشه. ها هي. الى عجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليا بارائكم، تعليقاتكم وانتقاداتكم، ونتمنى ان شاء الله تجربوها لانها فعلا غادي تنال اعجابكم بدون اختمار، بدون خميره فوريه، وبدون خميره الحلويات. الى عجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليا بارائكم، تعليقاتكم وانتقاداتكم. واذا كانت هذه اول زياره لكم في القناه، فنرجو الاشتراك مع الضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. نخليكم مع مراحل التحضير، ونتمنى تابعوا معي الفيديو للاخر. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمكونات غادي نحتاجو 100 ملي من الزيت، ما يعادل ثلثي الكأس. انا هنا استعملت كأس بقياس 150 ملي. الا استعملتو كأس بقياس 100 ملي فغادي نستعملو كأس 100 ملي من الحليب. بالنسبة للقياس بكأس العنبة او كأس مغربي دائما هو ثلثي الكأس. بيضة وبياض بيضة، ملعقة صغيرة من الخل، ملعقة صغيرة من الملح، دقيق حسب الخليط. بالنسبة للمقادير المكتوبة تلقاوها أسفل الفيديو في خانة الوصف. ندوزو على بركة الله لمراحل التحضير. أولا على بركة الله في كسرول كنوضعو الحليب، نخليو الحليب فوق النار حتى كيولي دافئ. من بعد على بركة الله في إناء كنوضعو الملح، بسم الله، نوضعو بيضة وبياض بيضة، والصفار غادي نحتفظو به، غنستعملوه لاحقا. نضيفو ملعقة صغيرة من الخل، ممكن تستعملو الخل الأبيض كما استعملت أنا، استعملت خل أبيض، بسم الله، ملعقة صغيرة. غادي نحركو البيض مع الملح، من بعد غادي نضيفو الزيت، نحركو الزيت مع البيض الملح والخل، ونضيفو الآن الحليب الدافئ بعد ما زوناه من فوق النار، بسم الله. بسم الله. الآن غادي نبدأ في إضافة الدقيق. غادي نبداو بإضافة كأس الأول. الدقيق كما قلت لكم يبقى حسب الخليط، لكن غادي نعطيكم الكمية التقريبية. بسم الله، ضفت الكأس الأول. كما قلت لكم اذا استعملتوا كاس صغير فغادي تضيفوا الدقيق تقريبا من 5 الى 6 كؤوس صغيره بنفس الكاس اللي خديتوا به قياسات الزيت والحليب. الان غادي نزول بالدراب اليدوي وغادي نكمل العجينه باليد. الان غادي نضيف الكاس الثالث، بسم الله. المهم ان تكون عندنا عجينه متماسكه كعجينه الخبز تماما. كما لاحظتوا معايا فهاد الفطائر بدون خميره. اذا كما شفتوا معايا هنايا ضفت كميه الدقيق المناسبه، تكونت عندنا عجينه صلبه. ضروري تكون عندنا عجينه صلبه. احتاجيت 3 كؤوس ونصف من هذا الكأس، كأس الشاي بقياس 150 ملي. إلا استعملتو كأس صغير كما قلت لكم غادي تحتاجو 6 كؤوس. وطبعا دقيق دائما يختلف في الامتصاص من نوع لآخر وحسب الجودة. إذا ها هي عجينة صلبة. من بعد غادي ناخدو العجينة ديالنا ندلكوها جيدا، بسم الله. بعد ما دلكناها جيدا غادي نخليوها ترتاح ونمروا لتحضير الحشوة. بالنسبة للعجينة فلا تختمر لأنها ما فيهاش الخميرة، فقط غادي نخليوها ترتاح في حين تحضير الحشوة. بالنسبة للحشوة غادي نحتاجو كمية من اللحم المفروم، ممكن أيضا استعمال الدجاج أو لحم الديك الرومي أو لادانت، الكوسة أو القرع الأخضر،
كميه من القزبر والبقدونس، كميه من الجزر، بصله واحده، والهريسه، وطبعا التوابل. ممكن تستعملوا فقط اللحم المفروم مع البصل. انا هنا حبيت نوضع الخضر. اولا كنقوم بتقطيع البصل. بسم الله على بركة الله. في مقلاة على النار كنوضع الزيت. بسم الله. من بعد كنضيف الملح وكنحرك البصل حتى كيدبل. الآن على بركة الله كناخدو اللحم المفروم ديالنا، غادي نوضع ليه التوابل. ممكن توضعوا التوابل مع الحشوة بالكامل، أنا كنفضل أنني نعملها مع اللحم لوحده. غادي نوضعوا تحميرة أو البابريكا، القليل من زنجبيل أو سكنجبير، بسم الله، قليل من الفلفل الأسود أو الإبزار، الخرقوم أو الكركم، وفص واحد من الثوم. غادي نحركوا التوابل مع اللحم. من بعد ما كيدبل البصل كتغير اللون ديالو، غادي نوضعوا الآن اللحم بالتوابل. يستحسن انكم توضعوا اللحم مع التوابل هكا باش كيطلقوا لنا التوابل في اللحم وكيجينا اكثر لذة منين وضعنا التوابل مع الحشوة، فهكذا كيجي ألذ وافضل. كنخليو اللحم يتقلى جيدا مع هالتوابل. من بعد هنايا كناخذوا القرع الاخضر والكوسة، غادي نحكوهم سواء في الجهة الرقيقة او هذه، يعني كيبقى لكم الاختيار. من بعد ما كيتقلى اللحم مع البصل، غادي نضيف الان الكوسه، القرع الاخضر، وغادي نعمل نفس الشيء بالنسبه للجزر. بسم الله. من بعد بسم الله غادي نوضعوا كذلك الجزر. الا حبيتوا تضيفوا التوابل فضيفوها. غادي نخليو بالاول كل المكونات تقلى مع بعض جيدا. كما كتشوفوا معايا هنايا، ها هي الحشوه، فتقلى لينا الجزر والكوسه او القرع الاخضر مع المكونات السابقه جيدا. الان غادي نضيف القزبر، القزبره والبقدونس او المعدنوس. من بعد غادي نضيف الهريسه، وهي عباره عن فلفل، ها هو الفلفل الحار المهروس. ضيفوا ملعقه صغيره او ملعقه كبيره، كيبقى حسب الذوق صراحه، فكتعطي واحد اللذه مميزه للحشوه. اذا ها هي الحشوه جاهزه. غنطفيو الان النار ونمر لتشكيل الفطائر. بسم الله. الان غادي نرجعوا العجين ديالنا. انا غادي نقسمها الى 6 قطع، نتوما قسموها حسب سطح ديال العمل. الى عندكم سطح عمل كبير قسموها الى 6، اما الى عندكم سطح عمل صغير قسموها الى 12. نشكلوا منها كرات، نرشوا السطح بالدقيق جيدا. كناخذوا الكره الاولى، نرشوا كذلك الدقيق من الاعلى، وغنبسطوها بحيث تكون رقيقه جدا، يعني تكون مثل ورقه، ورقه البسطيله. هاد الفطائر كيجيونا كانهم بورقه البسطيله. من بعد هنايا كما شفتوا معايا بسطناها حتى كتولي هكذا رقيقه جدا مثل الورقه. الا وضعنا اليد في الاسفل فكتظهر اليد بكل سهوله. اذا غادي نوضعها الان جانبا وغادي نبسط واحده اخرى بنفس الطريقه، وغادي نعملوا نفس الشيء لباقي الكرات. من بعد على بركه الله في كاسرول غادي نوضع ملعقتان كبار من الزبده. بسم الله. من بعد غادي نوضعها في حمام مائي حتى كتذوب لينا الزبده تماما. من بعد ما كتذوب الزبده غادي نضيف ليها مقدار 3 ملاعق من الزيت. الورقه الاولى نحاولوا اننا نبسطوها. كما شفتوا هنايا فوضعت واحده فوق الاخرى، وضعتهم في صحن ما غاديش يلتصقوا. غادي ندهنوها بخليط الزيت والزبده. بعد ما كيولي دافئ ما ندهنوهاش به وهو ساخن. بسم الله. بالنسبه للعجينه فتبسط بسرعه بواسطه المدلك، يعني ما كياخذوش منا وقت طويل هاد الفطائر.
كنجيبوا العجينه الثانيه غادي نوضعوها فوق العجينه الاولى. من بعد غادي ناخذوا قطعه او اي اداه كتوفر عندنا. الا ما كانش متوفر عندكم قطعه غادي نوريكم طريقه. كنقطعوا العجينه بسم الله. الان غادي نبدا بوضع الحشوه بسم الله. من بعد غادي نزولوا هاد العجينه. غادي نحتاجوا الاعواد العود بسم الله. كناخذوا واحده من الفطائر. غادي نقص هنا شويه من الحشوه يعني نوضعوا كميه قليله، وطبعا الكميه كتبقى حسب حجم الدائره اللي شكلتوها بهذا الشكل. غادي ناخذ عود، نتمنى الطريقه تكون واضحه. غادي نبدا نشكل بهذا الشكل. إذن على هذا الشكل غادي نشكل واحده اخرى. كنستمروا بنفس الطريقه حتى كنكملوا هاد العجينه، وغادي نعملوا نفس الشيء لعجينه اخرى. بعد ما شكلنا كل فطائر ديالنا بالنسبه للكميه فكما قلت لكم حسب هذا. الا ما كانش متوفر عندكم ممكن تاخذوا اي اناء وسكين وتقطعوا بالحجم اللي حبيتوا، اولا تستعملوا غطاء ديال القاروره كذلك كيفوا بالغرض. بالنسبه للكميه فكيعطينا تقريبا 50 وحده، 50 وحده من هادو من الفطائر الصغيره. وطبعا الا استعملتوا كبيره فغادي تكون الكميه اقل. بسم الله. كناخذوا خليط الزبده والزيت اللي سبق لينا نفس الخليط يعني وضعته فوق النار كذلك باش كيسخن لينا. غادي ندهنوهم جيدا بالزبده باش كيتحمروا لينا في الفرن. ممكن ايضا ندهنوهم بصفار البيض، لكن انا هنا حاولت انني ندرج معكم الطريقه الاصليه وهي الدهن بالزبده خليط الزبده والزيت يعني كشكل بسطيله كندهنوها بالزبده يعني نفس الشيء. من بعد كندخلوهم الفرن على درجه حراره اللي كتكون مرتفعه باش كياخذوا لينا القرمشه. انا هنا غادي نعمل على 220 درجه. في الاول النار تكون من الاسفل حتى كيتحمروا من الاسفل، من بعد نوضعوا النار من الاعلى باش يتحمروا كذلك من الفوق. اذا متابعينا هذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر ديالنا بعد ما كنخرجوهم من الفرن. كما شفتوا معايا هنايا غادي ناخذوا العود وكنزولوه بكل سهوله، ها هو، ونقدروا نحتفظوا بهم نحضروهم بهم مره اخرى يعني كيبقى العود صالح كيجيونا رطبين وفي نفس الوقت مقرمشه. نفتح معكم تشوفوا معايا كيفاش تجي من الداخل. اذا كما شفتوا فهي مقرمشه ورائعه روعه بسم الله، والمذاق ولا اروع. بالنسبه للعجينه فهي مثل ورقه البسطيله. نتمنى تنال اعجابكم.